السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. قبل ما يبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات عشان اول لما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. تمام، في الفيديو بتاع النهارده عندنا بس خبر واحد مهم كده، هو هنتكلم عليه عن الخبر ده، وهو خبر عمل بريكوال لفيلم ماد ماكس فيوري رود مبني على شخصيه فيوريوسا. تمام، الفيلم هيكون بيحكي قصته كده اهو. وغير عن كده خلينا نتكلم شويه عن فكره النحت اللي في هوليوود اللي بيحصل بقاله سنين طويله كده اهو، وندي كام راي هنا وهناك. ما تنسوش تعمل لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، ويلا نبدا. تمام، تم اعطاء النور الاخضر لعمنا جورج ميلر عشان يبدا يشتغل على فيلم في نفس العالم بتاع ماد ماكس، مبني على الشخصيه الاساسيه اللي كانت في فيلم ماد ماكس فيوري رود اللي كانت تعمل دورها شارليز ثيرون وهي فيوريوسا. تمام، الفيلم هيكون من بطوله نفس البنت اللي كانت بتعمل الدور الاساسي في فيلم سبليت لو انتوا عارفينها، انايا تايلور جوي، هي دي اللي هتعمل دور فيوريوسا وهي صغيرة. والمفروض يعني ان الفيلم هو عبارة عن قصة اورجين لفيوريوسا وان ازاي هي وصلت للمرحلة دي. هل دي حاجة تثير اهتمامي كواحد يعني حب جدا الفيلم بتاع ماد ماكس فيوري رود؟ بصراحة اللي انا كنت افضله ان انا اشوف جزء تاني لفيلم ماد ماكس، يعني عادي في نفس العالم بتاع ماد ماكس وبرضه يكون في شخصية ماد ماكس وكل حاجة، بس دي حاجة احنا لاحظناها في الكام سنين اللي فاتت ان في تركيز اكتر للشخصيات النسائية في عالم هوليوود، عايزين يعملوا افلام اكتر ليها دعوة بشخصيات نسائية وكده اهو، وانا اشجع ده، مفيش اي مشكلة. بس فيوريوسا يعني احنا ما نعرفش كتير عن الشخصيه بتاعت فيوريوسا لان هي طلعت في فيلم واحد بس اللي هو بتاع فيوري رود. تمام، فيعني طب كنتوا تنزلوا جزء تاني لفيلم ماد ماكس كده اهو، ويعني جزء تاني قصدي في الريبوت الجديد اللي اتعمل ده، ويكون برضو فيه شخصيه فيوريوسا عشان نشوف الشخصيه ونتعلق بيها في وقتها الحالي بتمثيل تشارليز ثيرون قبل ما تعملوا لها فيلم اوريجين مخصوص كامل. والمعلومات الموجوده عندنا حتى الان، وده ممكن يتغير لسه الموضوع بدري قوي، ان ايوه جورج ميلر ورا الموضوع ده، ورا الفيلم الاوريجين ستوري ده، وكريس هيمزورث هيكون موجود في الفيلم. اوكي، ولسبب ما تمام ماشي، مش عارف هو رايح ينحت بس ولا هل في فيلم حقيقي خطير بيتعمل عشان هو كده عايز يكون جزء منه، ما اعرفش. بس لما تفكر فيها سلسله افلام ماد ماكس يعني ما تحسهاش من نوعيه الافلام اللي تبقى فرانشايز وكبيره جدا كده هو، يعني هي ايوه ليها اكتر من جزء، اربع اجزاء دلوقتي، اربعة تقريبا، ثلاثه قدام والواحد الجديد اللي هو بتاع ماد ماكس فيوري رود، بس هتبدا بقى توسع العالم ده زياده عن اللزوم، وكل شخصيه تمسك فيلم اورجن ليها لوحدها كده هو. ما اعرفش، انا اقول لكم ان التركيز الاساسي ان ليه هيعملوا الخطوه دي هيكون علشان حوار التركيز من هوليوود دلوقتي ان يكون في شخصيات كتيره من بطوله النساء، وزي ما قلنا دي حاجه ما فيش اي مشكله معاها، بس القصص الصح اللي تتحكي. يعني مثلا فيلم زي فيلم بلاك ويدو انا ما عنديش اي مشكله معاه، فيلم زي فيلم لهارلي كوين هو ايوه اتعمل بس ما طلعش اجمد حاجه في الدنيا، فعشان كده هو لازم تعرف تنقي القصص العدله اللي انت عاوز تحكيها. وانت هتعمل فيلم اورجن للشخصيه دي، المفروض اللي انت تفكر فيه ان تكون شارليز ثيرون هي الاساسيه في الفيلم ده، ولكن زي ما قلنا لسه ما اعرفش، ان في اخبار كثيره نزلت، وبس الاعلان بس هو اللي طلع ان الفيلم ده هيبداوا شغل فيه، ممكن يكون شارليز ثيرون ليها دور في الفيلم، الله اعلم. بس عامه انا ايه يعني حبيت اعمل الفيديو ده عشان برضه اتكلم على حوار النحت اللي بيحصل في الافلام، غير الافلام البلوك باسترز اللي بينحتوا بيحلبوا منها كده 500 الف فيلم تاني. لا دلوقتي انت بتشوف ان ده بقى الشيء العادي، ان انت عندك فيلم مفيش اي مشكله، فيلم نزل نجح تمام، لا خلينا بقى نحلبه ازاي، اديها اورجن ستوري هنا، اديها مش عارف مين جزء تاني في نفس في عالم مختلف، مش عارف مين اللي احنا شفناه في عالم مارفل السينمائي، ان مش بس هم يعني مش مستريحين مع ان الافلام عندهم كتيره جدا وكل سنه بينزلوا ثلاث افلام، لا دلوقتي هيعملوا برانش تاني كده هو، يدخلوا في عالم المسلسلات ويعملوا مسلسلات مبنيه في عالم مارفل السينمائي. الواحد كان فاكر ان في بدايه سنه 2010 كده لما طلعت فكره العالم السينمائي كده ويكون في افلام كتيره مبنيه في عالم سينمائي واحد كده هو، ان ممكن الموضوع ياخد له يعني 5 سنين ماكسيمم، تبقى الترند دي مدتها 5 سنين 6 سنين كده وتخلص، بس عدى 10 سنين دلوقتي ولسه الترند دي شغاله. انا مش عارف هل هتفضل ده هيكون العادي بعد كده، ان دلوقتي لو انت هتعمل فيلم ما ينفعش الفيلم يكون شيء عادي بسيط بيحكي قصه واحده، اللي بتكلم من افلام البلوك باسترز، لان دلوقتي انت هتروح السينما في الوقت اللي احنا عايشين فيه، انت بتروح السينما عشان تتفرج على حاجه بلوك باستر، تتفرج على فيلم كبير
جدا. دلوقتي معظم الافلام العاديه خلينا نقول بيكون مكانها الستريمينج سيرفيسز زي امازون زي نتفليكس. وبالنسبه للافلام العربيه دلوقتي احنا شايفين افلام عربيه كتير بقت تروح خط الستريمينج سيرفيسز. فهل بعد كده الافلام البلوك باسترز اللي هي الكبيره المصروف عليها ملايين ملايين مئات الملايين كده اهو، هل قبل ما تبدا تعمل الفيلم انت اوريدي حاطط في دماغك فكره للعالم؟ يعني انت ما بتعملش فيلم عشان تحكي قصه واحده، لا انت بتبني عالم كامل علشان بعد كده تيجي وتكمل عليه عشان تحكي قصص تانية. عشان بالظبط انت مش هتخلي التجربة بتاعت السينما دي لفيلم واحد، لان في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده بقى بيزنس موديل ممكن يخسر، لان الناس بطلت تروح السينما بشكل كتير جدا. الناس بقت تخزن كده هو مروحة للسينما للأفلام الكبيرة بس، لان دلوقتي معظم الأفلام العادية وأفلام حلوة جدا بتشوفها على الستريمينج سيرفيسز. بس انا معرفش، انا شايف ان ده الطريق اللي العالم ماشي فيه دلوقتي، ان انت لما تيجي تعمل فيلم ويكون كبير ويكون مصروف فيه 100 مليون 200 مليون 300 مليون دولار كده هو، ما ينفعش الفيلم ده انت تكون عامله لمرة واحدة. انت بتكون داخل بالفيلم ده وعامل حسابك ان العالم اللي انت بنيته ده في منه افلام تانية لازم تطلع. بس عامة اعزائي المشاهدين دي كانت الرانت بتاعت النهاردة. عرفوني رأيكم في الحوارات دي، وعرفوني هل فعلا ده الطريق المتعة البصرية ماشية فيه. انا عامة ما عنديش اي مشكلة مع الستريمينج سيرفيسز، وان في افلام كتيرة حلوة دلوقتي بقت مكانها مكان زي نتفليكس كده تتفرج عليه من بيتك من غير ما تروح السينما. بس برضه انا مش حابب ان تجربة السينما دي تتخزن بس للافلام الكبيرة. عرفوني رأيكم في كل الكلام ده في الكومنتات تحت. وعندنا الميم اوف ذا داي، شكرا. لو عايزين تشوفوا ميمز تانية زي كده هو ممكن تروح على جروب القنوات بتاعتي على الفيسبوك او تروح على السب ريدت، تلاقي كل الروابط دي موجودة في الوصف بتاع الفيديو. فاخدوا لكم نظرة كده هو وانتم موجودين تحت، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد. انا محمود اسماعيل واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.